بينهم مدير وكالة بنكية توقيف ثلاثة أشخاص متلبسين بالتنقيب عن الكنوز بمدينة طنجة. تمكنت عناصر الحرس التراب وأعوان السلطة بالملحقة الإدارية العاشرة بحضور قائد الملحقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 27 من فبراير الجاري من توقيف ثلاثة أشخاص بينهم مدير وكالة بنكية بطنجة أثناء قيامهم بمحاولة استخراج كنز على مستوى غابة الهرارش بحي طنجة البلية بمدينة طنجة. وارتباطا بهذه العملية فقد تم حجز جرافة من النوع الكبير وسيارة من نوع تورغ استعملت لهذا الغرض وخرائط قديمة، فيما لاذ بالفرار ثلاثة أشخاص آخرين. تم تسليم الموقوفين إلى مداومة أمن منطقة ابن مكادة التي بدورها أحالتهم على مصلحة الشرطة القضائية المداومة من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم. وأسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية الفارين والبحث جاري لتوقيفهم. أما بخصوص المعنيين بالأمر الموقوفين فتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة للنيابة العامة المختصة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.